مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قام مكتب مراجعة الداخلية بوزارة العمل والتأهيل بمراجعة مرتبات موظفي مكاتب العمل وفائض الملكات الوظيفية عن شهر مايو الماضي وبعض إفراجات شهر إبريل لسنة 2020. هذا وستحال المرتبات إلى المراقبات المالية بالمناطق خلال الأسبوع القادم. بعد أشهر من توقف إقامتها، تعود الحياة من جديد إلى بعض المساجد لرفع صلاة الجمعة بعد قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق لإقامتها في عدد معين من المساجد وبعدد بسيط من المصلين لا يتجاوز 12 في إطار احترام إجراءات الوقاية اللازمة لانتشار فيروس كورونا المستجد. كبادرة أولى، يعني لابد أن تنطلق المساجد في الصلاة، هذا أمر يعني من عند الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نصبر ونحتسب. لكن بناء على التعليمات الواردة يعني تم فتح هذا المسجد في هذه الجمعة بأعداد محدودة محددة اسما وصفة، لكن حقيقة الإخوة جزاهم الله خير قاموا باللازم من حيث الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة من هيئة الأوقاف، ويعني تمت الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على أحسن صورة، فمشكورين مرة أخرى. وأنا أبشر الإخوة المستمعين المشاهدين في هذه الكلمة بأن يستبشروا خيرا وأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على عودة المساجد بعد غياب 3 أشهر من التوقف، وهذه بادرة أولى إن شاء الله تعقبها بوادر قادمة من الهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد المساجد وزيادة عدد المصلين. والحمد لله احنا بعد ما رأينا اليوم التزام المواطنين بالتعليمات الواردة من الهيئة العامة للأوقاف واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، إن شاء الله نتأمل خير في زيادة عدد المصلين وعدد المساجد في الجمعة القادمة. بعد إغلاقه لأكثر من عام، ما ترتب عنه تكدس للقمامة في الشوارع وانعكس سلبا على حياة المواطنين في العاصمة طرابلس وأرق راحتهم. افتتح مكب سيدي السايح الذي يبعد عن العاصمة حوالي 40 كيلومترا، ويعد هذا المكب الرئيسي لاستقبال القمامة. كاميرا تبادل تنقلت إلى المكب لمعاينة الأوضاع هناك، وحاورت أحد أصحاب شاحنات نقل القمامة. نتابع. نخدم إكرامية للسائح والشباب الصغير، السيارات الصغار يعبوا من طرابلس ويفرقوا في إكرامية. الأمور كانت متأزمة في القمامة، حتى الشوارع كانت مسكرة وحرق يحرقوا فيها، سببت اختناق للبشر وللمواطنين. لكن طول الحمد لله من بعد التحرير، الحمد لله يا ربي مشت الأمور 100 100. خدمتنا استريحت على قبل، لأن قبل صراحة بس جيت تطلع بتخدم الصعب، لكن طول الحمد لله في أمل مستتب ما شاء الله، ومساعديننا فوق اللزوم الحق. يشوفوا سيارة القمامة جاية يقولك تفضل برا. السياح هو اللي من طرابلس، لأن لو يتسكر هذا معناه ما فيش، ما عندكش وين تمشي، ما بتفرق إلا السياح. اختتمت مؤسسة الحياة للتنمية والأعمال الخيرية برنامجها التدريبي المجاني الذي امتد على 2 شهر لتعليم الحلاقة بإجراء الامتحان النهائي العملي. هذا البرنامج الذي استهدف شباباً عاطلين عن العمل يهدف لإقحامهم في سوق العمل ومدهم بالمعدات اللازمة للبدء فيه. نتابع. الدورة هذه استهدفت 30 متدرب من العاطلين عن العمل. من خلال عملنا في مؤسسة الحياة لاحظنا أن هناك شباب يعني قادر على العمل، والشباب هذو معطلين على العمل، فرأينا احنا نوفر لهم فرص عمل من خلال إقامة الدورات. هناك دورات أخرى إن شاء الله نستهدف الشباب العاطلين على عمل في مجال البي في سي، صناعة المطابخ، الأبواب والألومنيوم، ماشيين لنوفر للشباب سوق عمل. يبدو الشباب قادرين على إعالة عائلاتهم، قامت مشاريع تنموية، مشاريع صغرى. الشباب هذوم إن شاء الله حنوفر لهم معدات الحلاقة، تابعناهم الفترة الماضية، وإن شاء الله بعد حفل التخرج نتابعوهم ونحاولوا نكونوا معهم في حتى في برامج المشروعات الصغرى وإقامة مشاريع صغرى خاصة بهم. تم تدريب عدد من الطلبة في دورة الحلاقة، تم اكتساب مهارات من قبل الطلبة عن طريق التدريب لعدد كبير من الطلبة، يعني تقدر تقول 3/4 ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدر يبدأ، يقدر يخدم، يقدر يشوف محله ويتوكل على ربي طول، مستوى كويس يسمح لنا هو
معناها يبدا في المجال نتاعه. مصدر رزق ممتاز وباذن الله يعني الادوات الحلاقه مش حتكلفهم هل بحاجات بسيطه، يعني حدود 300-400 يقدر يفتح مشروعه ويرد هو. بشرنا الشغل هيك في موسم العيد وغير شائحة الكورونا هذه كانت فيه شوية حذر وفيه شوية كذا هيك عرقلت شوية، ولكن الحمد لله. والله نوجه لهم رسالة الشباب إن شاء الله يعني يتوجهوا لنا في دورات مجانية، هذه فرصة يعني مفروض ينتزهها لنا في يعني في دورات مجانية، في دورة يعني زي هالدورة هذه دورة حلاقة، وفي يعني حسب ما سمعنا في دورة كهرباء وفي دورة الألمونيوم والبيفيسي، هذه دورات يستفيدوا منها ويأخذوا منها خبرة مستقبلية يعني يقدر يفتح مشروع يقدر يدير كذا يحسن من الدخل متاعه. ناقش اجتماع موسع لمدير وأعضاء مكاتب وفروع جهاز الإسكان والمرافق ببنغازي استكمال المشاريع المتوقفة بالمنطقة، ويعمل الجهاز على تفعيل واستكمال المشاريع التي أنجز 50% منها، مع إعطاء الأولوية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. وقبل أن نختم هذا الموجز إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.